ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد فدرسنا اليوم في الفتاوى والأحكام. وصاحب السؤال يقول: أرجو إلقاء الضوء على الحديث الموضوع وسبب وضعه وكيفية التمييز بينه وبين الحديث الصحيح. الحديث الموضوع حديث رواه كذاب من كلامه أو من كلام غيره، ونسبه عمدا وافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو قول لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما افتراه عليه راو كذاب. وقد أجمع العلماء على حرمة وضع الحديث ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار. ومما قاله الإمام الجويني رحمه الله: يكفر من تعمد وضع الأحاديث حتى في الترغيب والترهيب، لأنه يتضمن التشريع بغير ما أنزل الله، فلا يجوز شرعا نسبة كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. قد قال القرآن: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ويرتد. لأن الحديث وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الكذاب المفتري يدعي الوحي، يعني كأن الله يوحي إليه وهو كذاب. والقرآن يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم منه. ولا يجوز لواعظ أو عالم أن يروي الحديث الموضوع وهو يعلم بحاله ولا يبين للناس أنه موضوع. يعني إذا روى الحديث الموضوع قال: روي قول هو كذا وكذا وهو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: هناك قول ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، وإنما هو مكذوب ومفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يعرف الناس، لأنه في بعض الأحاديث على ألسنة الناس مشهورة وهي موضوعة، هو ينبه الناس يقول: هناك خبر أو حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل. يعني هو يرويه بس إيه؟ يعرف الناس بأنه كذب. لأنه طبعا إيه ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كاذبين، هو أحد الكاذبين.
يعني الذي يروي الحديث المكذوب والموضوع والمفترض ولا ينبه عليه فهو أيضا كذاب، يعني أنه كذاب يروي عن كذاب، كذاب يروي عن كذاب، يبقى فهو أحد الكاذبين أو هو أحد الكاذبين، يبقى ينضم إلى سلسلة الكذابين، ينضم إلى سلسلة الكذابين إذا كان عالما بأنه كذب. أما إن روى الحديث الموضوع قاصدا إعلام الناس بوضعه أو رواه جاهلا بوضعه فلا شيء عليه، ولذلك من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، أي يعلم، يرى هنا بمعنى يعلم، يعلم أنه كذب، يبقى هو أحد الكاذبين أو هو أحد الكذابين، لكن رواه جاهلا لا يعلم فلا شيء عليه. وإذا رواه ليعلم الناس بأنه كذب فله أجر وثواب عند الله، لأنه ينفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أنه قد كثر الوضاعون والكذابون في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الثاني، أي بعد القرن الأول الهجري، المئة الثانية. ومن أشهر الكذابين عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تستر هو وأضرابه بالإسلام وأخفوا وراء التشيع أغراضهم الدنيئة وتزرعوا بحب آل البيت ليدسوا على المسلمين ما أرادوا به أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. عبد الله بن سبأ ده أول من يعني وضع الأحاديث وأول من سب الصحابة رضي الله عنهم، وكان يتستر في محبة أهل البيت، يعني يروي الأحاديث في فضائل أهل البيت ويبين للناس أنه من المحبين، ثم يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو من أكبر الكذابين والدجالين اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي. والتشيع المغالي ينسب إليه، يعني في ناس من الشيعة ساروا وراءه وانخدعوا به حتى إنهم شككوا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي براءة السيدة عائشة. طبعا الذي يقول هذا الكلام هو كافر، كافر تابع لهذا اليهودي الكلب الملعون. ومنهم أبو عصمة نوح بن مريم، فقد كان يضع الأحاديث ويقول وضعتها حسبة لله تعالى. واحد اسمه نوح ابن مريم كان يكذب ويقول الكلمة أو الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه نية خبيثة، ما ينفعش يقول وضعتها حسبة لله تعالى، ما ينفعش. كبعض الوضاعين مثلا وضع أحاديث في كل سور القرآن، أحاديث، قال وجدت الناس عزفوا عن تلاوة القرآن فأحببت أن أرغبهم في القرآن، فكان يكذب يقول من قرأ سورة مثلا البقرة فله كذا وكذا وكذا من عنده. طبعا ايه هذا افتراء وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وان استحل ذلك
فهو كافر، لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على الصاحب، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول مثلا عن أبي أبي بن كعب، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن مسعود، طبعا لا ولا هو شاف بن مسعود ولا شاف حق. ولذلك يعني واحد كان من الكذابين في مسجد البصرة، أخذ يقول حدثني الإمام أحمد ويحيى بن معين وهما موجودان في الحلقة، فقام وقال له هذا هو أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ولم نحدثك بهذا الحديث. قال يا سبحان الله، كانوا لم يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، يعني مين غيركم منه؟ شوف البجاحة، يعني كذاب وملح كمان، لأنه كذاب اللي خلاه كذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يكذب على هؤلاء العلماء رضي الله عنهم، فكذبهم وهو موجود في الايه؟ في الحلقة. والحق أن الذي يدعو الواضع إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قصده إفساد الدين على أهله أو نصرة مذهب يدعو إليه، زي عبد الله بن سبأ لما كان بيدعو للتشيع الفاسد، فكان يضع الأحاديث في حق أهل البيت أو في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد إفساد الدين على أهله ونصرة مذهبه الباطل. وقد روي عن حماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة 14,000 حديث، 14,000 حديث وضعتها الزنادقة، اللي هم الكفار أعداء الإسلام. وقال المهدي أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع 100 حديث تجول في أيدي الناس، يعني يقولها الناس 100 حديث. لكن طبعا كما قال الله في شأن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك يعني قيد الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظها وينفي عنها الكذب. ليه؟ لأنها وحي من الله، فلا بد أن يقيد الله لهذا الوحي من يحفظه. فأكرم الله هذه الأمة بعلماء الحديث الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. ونضر الله امرأ يعني أي وجه مليئا، أي نور الله وجهه، سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظه ووعاه وفهمه وبلغه لغيره. ده دعاء لحملة الحديث. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قيض الله لهذا العلم رجالا عدولا يحفظونه حفظا جيدا، ينفون عنه تحريف الغالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه
ويلوون النصوص ويفهمون منها ما لم يقل به أحد مغالاة في الفهم ومغالاة في الاعتقاد، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. زي مثلا الشيعة يقولوا سيدنا علي مذكور في القرآن، كيف؟ يقول لك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هو ده سيدنا علي؟ شوف التحريف، أنا بضرب لك مثال. هذه مغالاة، مغالاة في الاعتقاد. وليه يعني تنقل، يعني تنقل اسم من أسماء الله على اسم على سيدنا علي رضي الله عنه؟ ازاي يعني؟ شوف الغلو، هذا غلو في الايه؟ في الفهم، وتحريف للكلم عن مواضعه. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وانتحال المبطلين يعني الكذابين الذين ينتحلون الكلام وينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين يعني أحيانا واحد يعني يستدل على كلامه بآية أو حديث ولكن الاستدلال في غير موضعه، فهذا تأويل الجاهل الذي يستدل بالدليل في غير موضعه ويؤوله على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. زي برضو تأويل الشيعة في مثل هذه الآية. ولو استمعت على سبيل الفرض والتقدير، يعني لو استمعت إلى الفضائيات، فضائيات الشيعة، لسمعت عجبا والعياذ بالله. لكن الإنسان لا يستمع إليهم على أي حال، لا يستمع إليهم، ربما يعني ينطلي عليه الكلام، وخاصة يعني من لا علم عنده، من لا علم عنده، فلابد الإنسان يعني يتعلم علما يحميه من العقائد الفاسدة خاصة. لكن العلم قليل، المفروض لا يستمع إلى هؤلاء. فأكرم الله هذه الأمة بعلماء الحديث الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهضوا لمقاومة الوضاعين دفاعا عن الشريعة وصيانة للدين، وتصدوا لبحث الأحاديث والتنقيب عنها وتمحيصها ونبذ الزائف منها، وتعقبوا الوضاعين ونددوا بهم وحذروا من كل واحد باسمه، وبينوا الأحاديث التي وضعوها والأغراض التي حملتهم على الوضع حتى سلم الله الشريعة من كيده. وهذا من مقتضى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه؟ لأن السنة بيان للقرآن، السنة بيان للقرآن. فقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يعني أن حفظ السنة من حفظ الكتاب، من حفظ القرآن، لأنها بيان للقرآن كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن. فالحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم. أيوه هو المبين، هو الخير مبين للقرآن صلى الله عليه وسلم. وقد وضع العلماء علامات يعرف بها الحديث، الحديث الموضوع، منها أن يكون الحديث مخالفا للدلالة القطعية للقرآن الكريم، يخالف دلالة القرآن أو يخالف السنة المتواترة أو يخالف الإجماع القطعي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخالف الدليل العقلي، يخالف دليل العقل، يتعارض يعني السنة القرآن لا تعارض العقل ولا تعارض الإجماع. وكذلك الحديث الموضوع لم يقبل التأويل ليوافق ما خالفه، يعني حتى لا تأويل له، الحديث الموضوع لا تأويل لا تأويل له. من نام بعد العصر وجن فلا يلومن إلا نفسه، أما ده أكثر من 50% من الناس ينامون بعد العصر، حد جاب مجنون؟ وده مخالف لإيه؟ للواقع، ولا يقبل التأويل، ولا يقبل التأويل. من نام بعد العصر وجن فلا يلومن إيه؟ إلا نفسه. الشيخ حبيب الله الشنقيطي سئل عن حديث: لو كان الأرز رجلا لكان رجلا حليما. سئل عنه ما 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 حكم هذا الحديث او القول؟ قال: هذا من وضع الطباخين، هذا من وضع الطباخين. الطباخين عايزين يروجوا الأرز، كل واحد يقول يدينا رز. لو كان الأرز رجلا لكان رجلا حليما، عشان سهل المضغ والبلع يعني ما بيتعبش. وهكذا يعني طبعا زي ما يقول العلماء، يعني بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى بيان بعد القرآن، أعلى بيان بعد القرآن. هيجي طبعا قول الربيع بن خيثم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح له ضوء كضوء النهار، يعرف أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الموضوع له ظلمة كظلمة الليل تنكره النفس، يعني لا يخفى، لا يخفى، بس لا يخفى إيه؟ على أهل العلم بالذات، يعني يعرفون أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد البلغاء وسيد الفصحاء وخير من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك من علامات وضع الحديث أن يكون الحديث ركيك المعنى لتضمنه الإخبار
بالجمع بين النقيضين مثلا، أو ركيك اللفظ لعدم فصاحته، وادعى راويه أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ركيك اللفظ والمعنى، زي مثلا إيه قولهم ربيع أمتي العنب والبطيخ، برضو النبي صلى الله عليه وسلم ربيع أمتي العنب والبطيخ، ده برضو إيه من وضع الفكهانية والخضرواتيين عشان يروجوا إيه للبضاعة. شوف ركيك المعنى، يعني مش معقول طبعا البلاغة النبوية وخير من نطق بالطاق صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا الإيه مثل هذا القول. قالوا من علامات الوضع أن تقوم قرينة من حال الراوي تدل على أن ذلك المروي موضوع. من ذلك ما روي عن سعد بن ظريف الإسكافي أنه رأى ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. فقال الأب أبوه والله لأخزينهم اليوم، يعني اللي هم المعلمين. ثم قال حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم شراركم. فقرينة الوضع فيه هي إرادة الذم، إرادة الذم للمعلمين الذين يعلمون إيه؟ الصبيان. يعني لما ضربوا، لما ضرب ابنه قال أنا هنكد عليهم يعني، فراح جايب إيه؟ سند الكذب، يقول حدثني عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر إيه؟ الحديث. هنا في قرينة تدل على أن الحديث موضوع. فإزاي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يمدح أهل العلم ويقول خيركم من علم القرآن وعلمه، وأنت تقول معلموا صبيانكم شراركم؟ وهنا عارض القرآن وعارض الإجماع وعارض الحديث المتواتر. لما يقول معلموا صبيانكم شراركم يبقى كده محدش هيعلم أبدا ولا يشتغلوا بالعلم. هذا حديث طبعا فيه قرينة تدل على الوضع، وهي أنه أن المعلم ضرب ولده فأراد أن يحزنه، أن يحزن إيه؟ المعلم. لكن القرينة تدل على أنه إيه؟ كذاب، كذاب أشر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى اعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب، يعني الحديث المكذوب ظاهر تحس به النفس، زي ما قلنا إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكر. ولذلك العلماء يقولون هذا الحديث تلوح عليه علامات الصحة، هذا الحديث تلوح عليه علامات الكذب، لأنهم يعرفون إيه بحسهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. ولذلك يعني يجب على أهل العلم أن يعني يروا الأحاديث مخرجة، يعني المروي مثلا
بسند صحيح يقول مثلا رواه البخاري ومسلم، رواه الترمذي وحسنه، رواه النسائي وصححه مثلا، يعني ينص على صحة الحديث، وإن كان ضعيفا يقول روي بسند ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، يجب عليه المعنى. أما المكذوب والموضوع والضعيف جدا لا يرويه ولا يقول. ليه؟ لأن السنة طبعا الصحيحة مليئة مليئة بالأحاديث الصحيحة التي تغني عن مثلها. طب لماذا تترك الصحيح وتروي هذا الضعيف؟ ولذلك فيه قصص كثيرة جدا مكذوبة. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يخش مسجد البصرة ويقيم القصاص ويضربهم، الذين يروون للناس قصصا ما أنزل الله بها من سلطان. وكان لا يبكي حلقة من حلقات الوعظ والإرشاد والقص ده إلا حلقة الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يثق فيه وفي حديثه ويرضى بكلامه. أما الباقي كان يضرب ويمشي. السؤال الثاني يقول صاحبه: في كثير من آيات القرآن الكريم حث على طهارة الثياب والأعضاء عند القيام إلى الصلاة، فهل هناك حكمة من وراء مشروعية هذه الطهارة؟ أرجو الإفادة ولكم الشكر. السؤال عن الحكمة من الطهارة. الجواب: الإنسان في الدنيا إذا أراد أن يقابل مخلوقا مثله فإنه يلبس أحسن الثياب وأنظفه ويزيل ما على جسمه من الأوساخ والأدران حتى يظهر في أكمل صورة، لأنه إذا كان قدر الثياب والأعضاء اشمأزت منه النفوس وتحولت عنه القلوب والعيون، يعني هذا مع المخلوقين بعضهم مع بعض. فإذا كان هذا مع المخلوقين بعضهم مع بعض فكيف يكون حال من يقف بين يدي رب العالمين يناجيه ويتذلل له؟ هذا هذا مقتضى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى أي عند كل صلاة، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراء كما ولدتهم أمهاتهم. فشوف المبالغة عند الجاهليين، مبالغة في الطهارة، بلغوا في الطهارة حتى خلعوا الثياب، بس هم أرادوا بالطهارة الطهارة المعنوية. يقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله تعالى فيه. هم يقصدون ذلك، يقصدون أنهم إن عصينا الله في هذه الثياب، يبقى لما نيجي نطوف نخلع هذه الثياب. طبعا هذا مناقض لقوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم أي عوراتكم، لأن كشفها يسوء الإنسان، يسوء الإنسان.
فمن تكريم الله لبني آدم أن أمرهم بستر العورات، لأن محدش بيكشف عورته إلا الحيوان. الحيوان اللي هو ماشي في الطريق عورته مكشوفة، لكن الإنسان إذا انكشفت سوءته فإنه يسوءه ذلك عورة، يبقى لابد أن تستر. لكن لابد أن يكون إيه؟ نظيف الظاهر ونظيف الباطن. ولذلك السيد أحمد بن زروق رضي الله عنه قال إيه؟ وعلى قدر طهارة الظاهر والعناية بها يحصل الخشوع في الباطن، يحصل الخشوع في الباطن. يعني الإنسان لما يهتم بالاستبراء والاستنجاء والغسل والوضوء وطهارة الثياب من الخبث والنجس يحصل الخشوع في الباطن، يبقى طاهر ظاهرا وطاهر باطن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يأتون من أعمالهم وقد عرفوا وكانوا يلبسون الصوف والشعر والوبر، صوف الغنم ووبر الإبل وشعر الماعز، طبعا ثياب صعبة ورائحة العرق فيها شديدة جدا، فكانوا يأتون المسجد النبوي وقد فاحت منهم رائحة الإيه؟ العرق. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء الجمعة فليغتسل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي واجب وجوب السنن، أي على كل باب. من جاء الجمعة فليغتسل وأن يستاك، ده في البخاري، وأن يمس طيبا من طيب أهله، يعني كمان ينظف فمه وينظف جسمه ويتعطر، هذه السنة. لكن ما تجيش من العمل وأنت كلك عرق ورائحة كريهة وتقول عشان نلحق الجمعة تتوضأ وتروح كامل، وده يجي وده يجي تلاقي رائحة العرق ملت الايه؟ المسجد. بخلاف ما لو جاء واغتسل ولبس الثياب البيضاء وتعطر واستاك، يبقى إذا رائحة المسجد كلها تكون ايه؟ معطرة. هذا هو ما أراده ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الدردير رضي الله عنه في باب الجمعة قال: لأن الملائكة تكون على أبواب المساجد في الجمعة تكتب الأول فالأول الأول، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: فربما صافحوه أو لمسوه، ربما صافحوه أو لمسوه الملائكة، الذي أخذ سنن الجمعة، اغتسل وقص أظافره ونتف الإبط وحلق العانة، يعني فعل ما أمر بفعله من السنة، وتعطر واستاك ولبس أحسن الثياب، قال: فربما صافحوه أو لمسوه. هذا هو الإيه؟ الحكمة من الطهارة والنظافة في الإسلام. إن الشارع الحكيم فرض الوضوء والغسل لأجل أن يكون الإنسان خاليا من الأقذار والأوساخ عند أداء الفريضة. ولذلك الكافر لما بيتوضاش ولا يغتسل تجد رائحة، تجد رائحته كرائحة
الحيوانات والعزم، حتى ولو استحمنا بالصابون المعطر لكن تجد له رائحة زهدة جدا. ليه؟ ما فيش طهارة باطنية أصلا. ليه؟ لأن الجنابة دي حدث أكبر لا يزول إلا باستعمال الماء الطهور، مش بالصابون، الماء الطهور الذي لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لم يخالطه شيء غير لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشيخ الدردري رضي الله عنه، قال إيه؟ الطهارة دي صفة حكمية. قال يزول الحدث برفع الله له، ما يزولش وحده، ولا نستحميت حتى بألف صابون لأنه ما زال جنوبا، ما زال إيه؟ ما زال جنوبا. كما أن الملائكة في أوقات الصلاة تكره أن ترى المصلي وسخ الثياب، كريه الرائحة، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مجلسنا هذا أو مسجدنا هذا. يعني عشان الرائحة الكريهة اللي بتنبعث من إيه؟ من الفم. لكن إذا تعطل يعني كده الملائكة تتزاحم عليه، لكن الرائحة كريهة الملائكة تنفر منه كالبشر. النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فبنو آدم لا يحبون الرائحة الكريهة، فمن باب أولى الملائكة الكرام الطاهرون. فإذا تعطر احتوشت في الملائكة. ولذلك الإمام مالك قال لو اشترى بثلث ماله عطرا لا يعد مسرفا. الإمام مالك لا يعد مسرفا. سيدنا علي رضي الله عنه في زواج السيدة فاطمة الزهراء باع بعيرا وباع متاعا ب470 درهم صداق، دفعه صداقا للسيدة الزهراء رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لسيدنا بلال وقال اشتري بثلثيه عطرا وبالثلث الباقي متاعا لهم يعني شيئا ينامان عليه وشيئا يشربان فيه وشيئا ياكلان فيه. لكن قال اشتري بالثلثين عطرا وطيبا، عطرا وطيبا. هذا اصل كلام الامام مالك رضي الله عنه، يعني لو اشترى بالثلث عطرا لا يعد مسرفا، ولو اشترى بالثلثين ايضا، لان ده نص الحديث كما هو مروي في طبقات الشعر. في مناقب السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ولذلك في العمرة والحج أحيانا بعض الناس يشترون عطورا ب5000 ريال و10000، وبعض الناس ينكروا عليه يقولوا حرام عليك، ليه كده؟ حرام عليك. أقول له يا أخي أنت بتفتي من غير علم ليه؟ يقول أيوه ده إسراف وتكذيب. قلت يا سلام، إسراف أما لو اشترى حشيش نقتله؟ لما اللي هيشتري عطور ب5000 و10000 ده مبذر ومسرف، أما لو جاب حشيش ويبقى إيه؟ يبقى مرتد.
تخرجش بما لم تعلم وتفتي في دين الله بغير علم. قلت لا. قلت له إذا الإمام مالك قال لو اشترى بثلث ماله عذرا لا يعد مثله. والسيدة فاطمة الزهراء يعني المهر بتاعها قال سيدنا بلال اشتري بثلثيه طيبا وعطرا. انت عارف الامام الشيخ ابن القيم في الطب النبوي قال من اقوى اسباب حفظ الصحه استعمال الطيب. وثبت في العلم التجريبي ان الطيب اقوى الاشياء التي تقتل الفيروسات والميكروبات. هل يدوم هذا السر في ايه؟ في العطر، استعمال الطيب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة أمرا طبيعيا، وكان يتعطر تشريعا. ها تشريعا صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تفوح منه الرائحة المسكية من غير عطر. كان إذا وضع يده على رأس صبي بقيت الرائحة في رأسه طول اليوم صلى الله عليه وسلم، مجرد لمس بس رأس الطفل. وإذا مر في طريق ملأ الهواء عطرا صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي كان يعرف لما يطلع من البيت يشم الرائحة الجميلة يعرف أنه وصلنا عبد من هذا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان يستعمل الطيبة صلى الله عليه وسلم. أيوة. فما حدش يهمل سنة الطيب أو يستغسل بلا كتير. عشرة جنيه. طب ما الحشاش عم يشتري قرش الحشيش ب 300-400 جنيه ويشرب وهو عاصي لله، وصاحب الكيف اللي بيشرب سجاير بيشرب علبتين ب 14 جنيه و 15 جنيه وانت مش هتجيب بزاده كل شهر ب 10 جنيه. تستعمل السنه وتحفظ الصحه. ها يعني انسان يتعطر يعني استنانا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا في عصرنا هذا انتشار الفيروسات والميكروبات، انت محتاج الى التعطر الان، محتاج جدا مضاد حيوي من غير ضرر بس. ها مضادات حيويه بس من غير ضرر واستفاده طبعا. لأن شم الخبائث والروائح الخبيثة يضر بالصحة، بخلاف شم الأشياء الطيبة الرائحة تحفظ الصحة. ومن أجل هذا سن الشارع الحكيم الغسل يوم الجمعة والعيدين وعند دخول مكة وعند دخول المدينة وفي عرفات وفي منى، في كل المجامع يستحب الغسل برضو محافظة على أنوف الناس ومحافظة على عدم إزاية البشر والملائكة معا، لأن المسلمين يجتمعون في هذه الأوقات للصلاة والحج مزدحمين متكاتفين جنبا لجنب. فإذا لم يكن الإنسان نظيفا طيب الرائحة في هذه الأوقات تقززت منه النفوس وتأذى منه المصلون، وإزاء الناس منقوط مذموم. وجرب ذلك وصلي بجوار واحد مثلا يدخن
أو واحد واكل البصل أو ثوم أو كراس أو فتل أو واحد مثلا له كذا يوم مثلا لم يستحمى، فتجد طبعا إيه ذهب منك الخشوع في الصلاة. ليش الصلاة؟ يقول لك والله صليت بجوار واحد جلب دماغي ولا عارف الركعة الأولى من الأخيرة. يا سلام، فما بالك بالملائكة؟ هتفر. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ذا ريح كريهة أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي أحد برائحة. الشيخ الدردير رضي الله عنه في باب الجمعة قال: ويحرم على من أكل ثوما أو بصلا أن يدخل المسجد ولو لم يكن فيه أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم حتى لو مش حد، لأن المسجد مليء بإيه؟ بالملائكة، فسوف تتأذى بهذه الرائحة الكريهة. والمفروض أن أحافظ على الملائكة كما أحافظ على البشر، لأن دول حبايبك أنت، يستغفرون لك الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طب أنت عايزهم حواليك ولا عايزهم يمشوا؟ أنت عايزهم حواليك، فلو كانت الرائحة كريهة هيمشوا، مش هيبقوا زي البشر. البشر لو شم منك رائحة كريهة هيهملك ويمشي. فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليصلي في بيته. وليصلي إيه؟ في بيته. ولذلك قالوا من أسباب التخلف عن الجمعة أكل الثوم والبصل والكرات والفجل، لكن يحرم تناول هذه الأشياء قبل الجمعة لأنها سبب من أسباب التخلف. يعني لو أكل لا يجوز له حضور الإيه؟ الجمعة والخطبتين، ما يجوزلوش. هيصلي في البيت ظهرا لكن يكون آثما لأنه تسبب في عدم الحضور. يعني الشارع ذاكر من ضمن أسباب منع حضور الخطبتين أكل الثوم والبصل والكراس والفجل وكل ما له رائحة كريهة، لكن يحرم تناول هذه الأشياء. الشيخ الثور رضي الله عنه في الحاشية قال: وقد ذكر العلماء أن من أكل ثوما أو بصلا قبل صلاة الجمعة اتهم بتهمة ولم تظهر له منها براءة. يعني يصاب بتهمة متظهرلوش براءة منها. نعم، يعني هو يجب عليه أن يزيل هذه الرائحة، ده الواجب عليه بأي طريقة كان. هو ما يأكلش، لكن إن أخطأ وأكل يبقى يجب عليه طبعا أن يعمل بالفرشة والمعجون ويجيب النعناع ويضعه في فمه. وأقوى من النعناع القرنفل، ودي ثلاثة قرنفل يحطهم، دي طبعا رائحة القرنفل أشد من أي رائحة أخرى. لكن عند إقامة الصلاة طبعا ما يجوز إن واحد يصلي وشيء في فمه، وإلا بطلت الصلاة. يعني لو في قرنفل أو نعناع أو حلوى أو أي شيء فم لإزالة الرائحة تبقى الصلاة بطلت. فلازم قبل ما يخش في الصلاة يخرج هذه الإيه؟ الأشياء. قال: ومثل آكل البصل والثوم من ابتلي بشرب الدخان حتى إن رائحته لا تفارقه وتؤذي المصلين. بل إنه شرب الدخان أشد من أكل الثوم والبصل.
واحيانا يروح يتمضمض فتقوى الرائحه اكثر. يعني هو فكر ان الميه تزيد رائحه القرنفل او نعناع او حلوى او اي شيء فرنت لازاله الرائحه تبقى صلبة. فلازم قبل ما يخش في الصلاه يخرج هذه الايه الاشياء. قال ومثل اكل البصل والثوم من ابتلي بشرب الدخان حتى ان رائحته لا تفارقه وتؤذي المصلين، بل انه شرب الدخان اشد من اكل الثوم والبصل. واحيانا يروح يتمضمض فتقوى الرائحه اكثر. يعني مفكر ان الميه تزيد رائحه الدخان، لا دي بتقويها وتزداد تزداد ايه فواحا تفوح اكثر. فطبعا لا شك انه بيؤذي ايه يؤذي المصلين. يبقى من حكم الطهارة وجود الملائكة، وجود ايه الملائكة والتزين للمولى تبارك وتعالى، فهو احق من يتزين له سبحانه وتعالى. لانك اذا قيل لك ستقابل رئيسا او وزيرا او اميرا او كذا او كذا، لبست احسن الثياب وتنظفت احسن النظافه وتعطرت احسن العطر، لانك ستقابل مخلوقا مهما، فما بالك ايه بخالق المخلوقين سبحانه وتعالى، ملك الملوك سبحانه جل شانه. وتوجد حكمة أخرى في الوضوء والاغتسال، هي أن غسل الأعضاء بالماء يوجد نشاطا فيها ويذهب عنها الكسل، فيؤدي الإنسان الفرض وهو نشط، والنشاط يوجد ارتياحا في القلب فيخلص في العمل. ولا شك أن يعني الوضوء والغسل ينشطان الجسد، وهذا أمر معلوم ومشاهد. يعني واحد حتى كابس عليه النوم لو قام توضا تجده ايه ذهب عنه ذهب عنه النوم. ولذلك قالوا العلماء في استحباب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام، قالوا العلة في ذلك نشاطه للغسل، أي لعله أن ينشط فيغتسل. يلاقي نفسه توضأ وذهب عنه الكسل والفتور فيغتسل بالمرة بدلا من أن ينام على جنابه. هذا أمر مشاهد، لأن الغسل والوضوء يذهبان الكسل والفتور. فالطهارة طبعا واجبة شرعا وعقلا، وقد تحدث القرآن عنها في أكثر من آية، فقال في شأن أهل قباء، أهل قباء بني سالم بن عوف، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليهم قال لهم إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم يا أهل قباء، إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم فماذا تصنعون؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. يسألهم قالوا نتبع الحجارة بالماء، قال هو ذاك فعليكم، يعني هو ده السبب، انهم كانوا يجمعون بين الطهاره الترابيه والمائيه، يعني يستجمرون بالحجاره يزيلون النجاسه
بالحجارة ثم يتبعونها بغسل الماء يغسلونها. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالتطهر مبالغة في الطهارة، والله يحب المطهر سبحانه وتعالى. سماهم رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهر. ده الحرص، الحرص على إرضاء المولى تبارك وتعالى. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. طبعا كلمة الطهور تشمل الاستبراء والاستنجاء والوضوء والغسل، لأن لو حاجة بطلت من دون تبقى الصلاة إيه؟ باطل. أحسن واحد يقول إيه مثلا الوضوء، لا افرض الاستنجاء والاستبراء باطلين، ما بني على باطل فهو باطل. أو استبرأ واستنجى لكن الغسل باطل، يبقى الوضوء باطل أيضا. من باب أول، يعني ما دام الطهارة الكبرى باطلة تبقى الطهارة الصغرى تصح. طبعا الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى، فإذا بطلت الكبرى بطلت الصغرى لا محالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة منه، لا يقبلها الله. ولذلك من لم يجلس في مجالس العلم فطهارته اللي هي الخفية، الخفية عن الناس، لأن هو بيخش دورة الميت مش عارفين عم يعمل ايه، محدش يطلع عليه وهو ايه بيستبرئ ويستبرئ لأمانة بينه وبين الله. ولذلك الإنسان خلي بالك برضه، كن على حذر في الصلاة خلف أي حد أنت لا تعرف، إذا كان من غير أهل العلم بالذات. ليه؟ لأنه في كثير جدا من الناس لم يجلس في مجالس العلم، لا يعرف الاستبراء كيف يكون، ولا الاستنجاء كيف يكون، ولا غسل الجنابة كيف يكون. الله أعلم. يعني أكثر من 80% 90% يغتسل بالماء والصابون، يستحم ساعة يصاب بجنابة يفكر ان الجنابة دي طين وتراب، يخش يعني يستحمى باللوفة والصابون، كان مفكر نفسه ايه تطهر. لا، هو تنظف بس، نظف الجلد البراني، لكن الحدث موجود. يعني انت لو اصيبت الجنبية دي بنجاسة وغسلتها بالماء والصابون أزلت عين النجاسة، ولكن حكم النجاسة ما زال باقيا. فلو صليت بها الصلاة باطلة، رغم أنك أنت تشوفها جنبية بيضاء مكوية جميلة، لكن الصلاة بها إيه؟ باطلة، لأنها مغسولة بإيه؟ بالماء والصابون، والماء والصابون لا يزيل حكم النجاسة. احنا عايزين بعد إزالة العين نزيل الحكم، فلا بد أن ندخلها ماء من غير صابون، ماء طاهر
أو ماء طهور لن يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، نسميه احنا في لغتنا الشطر. ولذلك لابد في البيوت تعمل غسالة للأطفال وغسالة للكبار، أو تغسل ثياب الكبار وتغسل ثياب الصغار بعدها. لكن اللي ما عندوش فكرة طبعا في البيت بيخلط، يقول لك إن عيالنا نظيفة. عيالك نظيفة إزاي؟ والعيل بيخش لا بيستبرق ولا بيستبرق، ثيابه مؤكد أنها فيها نجاسة. فلو غسلت مع ثياب الكبار نجستها. ما ينفعش. يا إما إن غسلت يبقى لابد من شطف كل ثوب على عينه. واحد تحت الحنفية على طول، عشان ده ماء مطلق. يبقى عين النجاسة ذهب وبقي الحكم. لما نغسل بالماء المطلق يبقى طهر الصلاة. هذه مسألة مهمة لازم تعلمها لأهل البيت. خلي بالك لما بيغفلوا على مثل هذا. يقول لك أنا بغسل مرة واثنين وثلاثة ولا عشرة، لكن الحكم إيه؟ ما زال باقي. عين النجاسة ذهب لكن الحكم باقي. يبقى لابد من يعني مرة بالماء المطلق. لأن خلطت الإيه؟ ثياب الكبار مع الصغار. لأن الطهارة ده صفة حكمية. الشارع هو الذي يحكم على هذا الثوب بأنه طهر أو لم يطهر. مش أنت. ولا عقل الحر. هذا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قالش طاهرا. لأن الطهور هو الذي يطهر غيره. لكن الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ماء النعناع، الماء المنعنع والماء المبخر طاهر، تشربه وتستلذ به. لكن لو غسلت به ثوبا من النجاسة ينفع تصلي به؟ بعض الناس يقول لك ايه في النظافة والطهارة، يقول لك ايه الماء اللي نشربها نتوضى بيها، ما نشربهاش ما نتوضاش بيها. ايه الشغلة بالعقل يعني؟ نتكلم بالعقل؟ لا. الماء الطاهر ده اللي بيحكم الشارع عليه بالطهارة. في طاهر وفي طهور. مش كل ما تشربه تتوضا به. لا. لأنه في مياه مثلا مالحة جدا ومعكرة جدا ما تشربهاش. لكن تصلح للوضوء والغسل. وماء جميل جدا ويتشرب وتستلذ به ولا يطهره. لا ينفع الاستبراء به ولا الاستنجاء ولا غسل الثياب ولا إزالة الجنابة ولا إزالة الحدث الأصغر. ما ينفعش. زي ماء النعناع والماء المبخر. ما ينفعش فيه الإيه؟ الطهارة. يبقى إذا القاعدة التي يقولها الناس ليست إيه؟ صحيحة. يعني الماء الموجود في المجاري دي يقول لك ما ينفعش نغتسل ولا نتوضى به ولا نستنجي. ليه؟ يقول لك يعني ماء تعافوه النفوس. لا، لكن ماء جاري حتى لو بيترمي فيه جيف ويترمي فيه كل شيء، لكن جاري. ما دام جاري خلاص لا يحمل الخبث ابدا. نفسك تعافى مش مشكله. يقول لك ما تقدرش يعني تتمرمط بيه او تطيب رائحه، لكن هو جاري. ماء جاري له حكم الطهارة. ماء طهور لأنه كثير وجاري. حتى في الحديث الصحيح إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
والقلة شيء سبع قرب، يعني هنا عند العرب كان شيء سبع قرب، يعني كذا شيء 14 قرب، قلتين 14 قرب، شيء كثير يعني، يعني ما يقرب من برميلين، ماء كثير. قال هذا في الطهارة الظاهرة والحكمة منه، لكن هناك طهارة أخرى يتوقف عليها قبول الصلاة، هذه الطهارة هي طهارة الباطن من الأمراض الخبيثة كالحقد والحسد والكبر والعجب والرياء والنفاق والبغض، كل هذه طبعا أمراض قلبية باطنة، عافانا الله وإياكم إن شاء الله. فمن توضأ وضوءا صحيحا وأدى الصلاة مستوفية الأركان والشروط، ولكنه أثناء صلاته كان يحمل في قلبه حقدا وحسدا لبعض الناس، فإن صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة بسبب الحقد الذي في قلبه. ليه؟ لأنه في الحديث عند البزار إنما أتقبل الصلاة، حديث القدسي المولى اللي يقول إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرض.